إلى عالم السهرات الرمضانية، والبداية تكون من النفيضة حيث افتتحت ليالي رمضان في دورتها الثانية بعرض لحزب المهدية، عرض تفاعل معه الجمهور. يا رجال الحال هو عنوان هذا العرض الذي مزج بين الطريقة الصوفية والطريقة العيسوية لحضرة حزب المهدية في إحدى جولاته الرمضانية ضمن ليالي رمضان، وحط رحاله هذه المرة بنفيضة. برنامج ليالي رمضان في دورة الثانية يتميز بخصوصية جديدة من السماء، إن شاء الله نكونوا في المستوى ونعملوا عمل باهي. عرض صوفي حزب المهدية مدعم من صندوق الثقافة للدعم. شهر رمضان ديما مطلوب الإنشاد الديني والإنشاد الصوفي، وأحنا ديما مهرجانات ديما الرمضانية مطلوبين. عملنا مزج ما بين سليمية المهدية وعيسوية، ربط ما بين الطرق، طريقة العيسوية وطريقة السليمية. عروض كوليغرافية حافظت على ثوابت الطريقة الصوفية وانفتحت على الرقص المعاصر. حافظنا على التراث نتاعنا، لكن حبينا ندخلوا شوية دونس كونتمبورين ومعناها دونس مودرن في اللوحات الجديدة باش نواكبوا العصر. حبينا نعملوا كرياسيون ما بين الحزب العادي والفولكلور التونسي، عملنا ادماج ما بيناتهم ما بين الرقصات والغناء. عرض أثبت تعطش الجمهور لمثل هذه العروض التنشيطية، فكان التفاعل تلقائيا. حفلة رائعة تهبل وأحلى جو في الفيضة. إن شاء الله عرض آخر نشوفه ديما عروض كيفك. بالرغم مطر وكل شيء ولازم نحضر وما دام حاجة في بلادنا. شكرا للمهرجان الصيفي بنفيضة اللي قدم لنا طبق صوفي يبهج القلب. كمجلس بلدي جديد لقينا برشا نقص على مستوى مسارح، على مستوى دعماتنا، قاعدين الجانب هذايا نخموا فيه بالقداء، وإن شاء الله تكون سهريات ممتازة. عروض تنشيطية متنوعة سيشهدها هذا الفضاء في ليالي رمضان، وستتراوح بين المسرح والغناء والعروض الفرجوية.